لو متأخر شوي تاني كنت رح أمشي. كان عندي شوية شغل. لوين بدنا نروح؟ هلا مو دائما كنا نقول إنه نحن ما عم نعمل شيء مثل أي اثنين بيحبوا بعض؟ خلينا نروح على السينما. Ben de Recep Sultanlara benzemem. Ben Sultan Mehmet Han. Bu surları aşacağımızı biliyorum. Düşmanı dize getirmeden... Şehadet şerbetini içmeyeceğiz! أنا بدي وجبة اسكالوب وكتر صلصة عليها. تكرمي. لا لا بدنا اثنين سلطة مع زيت قليل من فضلك. بس يا أمي أنا كتير مشتهيتها. قلت سلطة. هاتي هاي. شكرا كتير إلك. أهلا وسهلا. لا تقلبي خلقتك. لازم تحافظي على جسمك. إذا ضليتي تاكلي قد اثنين هيك تعرفي الحالة اللي رح توصلي لها وقت الولادة؟ خلينا نشوف كيف طلعوا الصور تبعنا. ها منيح إجا نهاد كمان. آسف هول يا خانم تأخرت عليكم كان الطريق معجوب. مو مهم نهاد حبيبي رؤيا ناطرتك على نار لتشوف كيف طلعوا صورها مع البطل. هادي لشوف ورجيني. انت اسميني شوي رح نمسح هدول الصورتين. مع الأسف حبيبتي الماما ما كتير عندها هالكاريزما بالصور. رح نمسح هدول الصورتين والباقي تمام. أمير صراف أغلو بآخر فترة كان بطل كتير من المقالات والأخبار وهذا الخبر رح يفيدنا كتير. إذا قلت أوكي رح أبعت الخبر فورا على الجريدة. لا يا نهاد لا خليهم يستنوا شوي كمان. إذا نشرناهم هلأ رح يشك فينا. خلينا نشوف شو بده يطلع منه بالأول ما هيك؟ لو حدا غيركن أنتو كنت نشرت هالخبر من زمان بس أنتو إلكن أفضل علي. مشان هيك خلينا نستنى شوي. أخيرا كسرنا القاعدة وغيرنا شوي وحضرنا فيلم. الفيلم حلو كتير مثل الأفلام الأمريكية. أيه مزبوط حكي. شو رح تضل قالب وشك لحتى يزبط كل شي يعني؟ أنا مو متعودة أشوفك هيك. أنا اللي لازم أكون متضايقة. افردها بقى. اليوم على أساس لإلنا. هوي أجينا على السينما كمان. فريحة أمير لا تحكي ولا كلمة. ما بدي إياك تحكي ولا شي بيزعل. اليوم هو يوم طبيعي وطالعين نتمشى مثل أي اثنين بيحبوا بعض. أنا اليوم قررت بكرة خلص رح أحكي مع أهلي يعني مع بابا. محمد وسهر ما رح يكونوا بالبيت. أنت لحالي واستغل الفرصة وبحكي له. رح يتحمل الخبر؟ بكرة في عنده مراجعة أخيرة يعني رح أجرب وشوف.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.